تضايقني ان انا بلتقي بيه لاول مره، وبعتقد كمان ان كل الجمهور اللي شفنا حاليا بيلتقوا بيه لاول مره. هو عمل ضجه جامده جدا من خلال المسلسل اللي احنا شفناه على شاشه القناه الثانيه، واعتقد كمان مش بس شاشه القناه الثانيه، كل الفضائيات كانت بتذيع ساعتها المسلسل ده. اسمحوا لنا ان احنا نلتقي اكسكلوسيف على شاشه التلفزيون المصري مهند، ده اللي احنا عارفينه ان هو مهند بطل مسلسل نور. First of all, ازاي كنت بحاول اقول لكل جمهور المصري ان احنا بنزيد اسم مهند، لاننا في مصر هو ده الاسم اللي احنا بنعرفه. اهلا وسهلا. جميل ان احنا نكون هنا معاك يا مهند، لكن انا عارفه ان اسمك مش مهند. لا انا اسمه مهند. جميل، نحب نبدا الحوار معاك يا مهند. هو ده الاسم اللي انا معروف بيه في الوطن العربي، لكن انا اسمي الحقيقي هو كافانج. كافانج، ايوه، معناه الشرف. طب يا ترى انت بتتضايق لما حد بيناديك مهند؟ لا طبعا، هتضايق من ايه؟ ده جزء من العمل، وكل انت ما بتعملي عمل تلاقي دايما الجمهور يناديكي باسم الشخصيه، فبيبقى شيء جميل قوي. كمان اسم جميل جدا، هتعمله عشان خاطر الجمهور المصري يتعود على اسمك الحقيقي. اوكي، هيبقى احسن. اوكي، انا عارفه ان انت بقيت من نور من تقريبا 3 سنين. ايوه، من 3 سنين فاتت. من 3 سنين، بس انا مش عارفه ازاي احنا اتعرفنا عليك، او بمعنى اصح ازاي تم التعرف عليك في الوطن العربي عموما. يا مش عارف بالظبط، لكن اقدر اقول تقريبا من 3 شهور او 3 شهور ونص انا كنت بشتغل في رابع مسلسل ليا في تركيا في اسطنبول، وانا بشتغل فجاه اتصل بيا شخص من محطه ام بي سي. ايوه بالظبط. ولما اتصل بيا اول سؤال ساله ليا اقدر اتكلم مع مهند، انا قلت له الحقيقه مين مهند؟ انا مش مهند. وبعدين بقى بدا يتكلم عن دعوه ليا عشان احضر مناسبه خاصه جدا لنور في دبي. الحقيقه انا بعد الدعوه دي قررت اروح، لكن بصراحه صدقيني يعني ما كنتش مصدق اللي حصل في دبي، شيء غريب وعجيب. شفت ده وكان في جمهور كبير، ما اقدرش اقول لك قد ايه، لكن دلوقتي في جمهور ومعجبين اكتر بكتير جدا من اللي شفته في دبي، وكان شيء رائع مذهل بصراحه. يعني انا ما صدقتش، لكن ما اقدرش اقول غير كده، شيء يسعد اي فنان. انت عارف كافانش غريب جدا بجد، لانه مش صوتك يعني دوبلاج، وزي ما بتقولوا بالتركي. على فكره احنا عندنا بعض المدينه مشاركين فيها بالمصري زي بالظبط التركي. المهم ان هو مش صوتك، لكن بجد كان ناجح جدا، حتى وان كان باللهجه السود صح، لكن الجمهور بجد بجد تعايش معاه، مع قصتك ومع نور ومع كل شخصيات المسلسل، حتى ان هو بقى يقارن ما بين زي ما بقول الرجال العرب وبينك وبين الممثلين كمان اللي كانوا معاك في المسلسل. طب هو في اختلاف يعني بين اللهجة المصرية واللهجة السورية؟ طبعا مختلفة مختلفة، لان اللهجة السورية لهجة واللهجة المصرية العامية لهجة تانية خالص، هما الاثنين مختلفين تماما عن بعض. لكن اذا تفهموا اللي كنا بنتكلم عنه طبعا قدرنا نفهموه الى حد ما، لكن كان جميل وغريب بجد. بس انا مش عارف، انا كنت عايزه اسالك لما الشخص ده اتصل بيك من دبي، ده الوقت اللي انت بجد عرفت فيه ان مسلسل النور حقق النجاح ده في الشرق الاوسط بالشكل ده؟ ايوه هو ده فعلا اللي حصل، عشان كده رحنا دبي في الاول وبعدها جينا هنا على مصر، وعلى فكره دي محطتنا الاخيره. على انا عايزه اعرف، بجد مين انت؟ مين الراجل الوسيم اللي قاعد قدامي دلوقتي، واللي انا متاكده ان معظم اللي بيشوفونا دلوقتي اكيد بيحسدوني علشان اتكلم معاك وقاعده معاك وبعمل الحوار ده كمان معاك؟ الحقيقه انا فعلا مندهش جدا زيك، وبقرا اخبار كتيره وعارف
ان مسلسل نور نجح نجاح فظيع جدا في الوطن العربي، وصراحه ده مخليني سعيد جدا اني اكون جزء من الشخصيه الحقيقيه. ممكن يعني تكون نجحت لانهم المشاهدين يعني احبوا القصه، ويمكن لانهم لقوا حاجات من حياتهم الحقيقيه، فشيء جميل جدا يعني انك تلاقي حياتك الحقيقيه مترجمه على الشاشه ولاقي نفسك فيها. مثالي ده هو سر نجاح نور ومهند في الوطن العربي، ولان كان في مصداقيه شديده جدا فنجح. ممكن بجد ان الصوره المنسيه اللي انتوا قدمتوها ما بين مهند ونور كان شيء عظيم جدا، وان معظم الجمهور العربي والمصري مفتقدها. هل انت شخص رومانسي في الحقيقه؟